السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل هذا البينوار ديال الأطفال، سهل جدا بطريقة سهلة بدون صعوبة، يعني ممكن أي مبتدئة تفصلوا. أول حاجة شحال غادي نحتاجوا ديال التوب؟ دائما في التوب هذا البينوار غادي ناخذوا الطول ديال الطفل، الطول ديال الطفل ديال البينوار وناخذوه توب. يعني مثلا كان عنده كنتو غديرو في الطول ديال البينوار مثلا 50 سنتيم، غادي تضاعفوها مرتين، يعني 50 زائد 50 هي 100 سنتيم، يعني هي متر، غتاخدوه متر. يعني هذا العبر باش تاخدو المقاس ديال التوب. وبالنسبة للتوب، هذا التوب ديال البيجامات، التوب ديال البيجامات ما عرفش الاسم ديالو، المهم تشوفوا التوب ديال البيجامات وانتم ممكن ديروا التوب اللي بغيتو. يعني غادي ديروا التوب ديال البيجامات ديال القطن اللي يصلح يعني الاطفال ينعسوا به وديال المنزل. اذا اول حاجه غادي ناخذ التوب، هذا هو الطول ديالو. العرض دائما كيكون العرض في التوب يعني محدد، ماشي نتوما اللي كتحكموا فيه، كيكون مثلا متر ونص، 2 متر، على حسب شحال في التوب. المهم غتاخذوا الطول، غادي نتنيوه بحال هكذا على جوج، غنتنيو هذا هو الطول، هذا هو الطول، غنتنيو على جوج بحال اللي غنتنيو بالتنكيس، ونعاودو نقلبوه بحال هكذا، ونعاودو نتنيوه على أربعة بهذا الشكل. هذا كنظن انه واضح. مثلا هذا هو الطول ديال التوب، هذا هو الطول، 2 متر او لا متر او لا شحال ما خديتو، هذا هو الطول. كنتنيوه الطول على جوج، ونعاودو نتنيو العرض على جوج، هي أربعة. علاش درنا هاد الطريقه؟ باش تجيكم سهله، ما تخيطوش من الكتيف، وغادي يجيو لك الاكمام خارجين من الكتيف، يعني غادي تجيكم طريقه سهله وبينوار سهل جدا. اذا غادي ناخذوا نحطوا المقاس ديال الكتيف، كتاخذوا المقاس ديال الكتيف، القياسات العاديه كتاخذوا تحطوا المقاس ديال الكتيف بحال هكذا، وتدخلوا بستة 5 سنتيم. يعني الا كانوا اطفال ما بين 3 سنوات 4 سنوات او 5 سنوات لتحت، دخلوا بخمسة سنتيم. كانوا فما فوق دخلوا بستة سنتيم، كندخلوا بخمسة، ما بين 5 و 6 سنتيم. ما كننزلوش في الكتيف، لان الكتيف غيكون خارج من الاكمام خارجين من الكتيف، يعني ما غاديش ننزلوا 3 سنتيم. ولا كان التوب ديال القطن فهو كيجي نازل، يعني ماشي الاثواب ديال البيجامات، ماشي شي توب واقف باش يجينا الكتف طالع، يعني واخا ما ننزلوش ب 3 سنتيم. المهم باش يجينا الكتيف مسدود ويجيكم يعني بينوار بسيط وسهل في الخياطه وفي التفصيل. اذا من هذه النقطه ديال الكتيف غنحطوا الطول ديالكم، الطول ديالكم كتحددوه نتوما، واش بحال اللي في الصوره يعني دومي مونش او لا مونش طويله اللي بغيتو نتوما. تحطوا الطول ديال الكتيف ناقص 1.4 سنتيم ديال داك الباندا اللي غادي تجي في البينوار، حطوا بحال هكذا. كنجيو من نقطه الكتيف كنهبطوا بالمقاس ديال التركيز، وديروه شي شويه، زيدوا عليه 1 2 سنتيمات باش يجي شويه، لانه كتعرفوا البينوار ديال البيت يعني خصو يكون شويه فضفاض بحال هكذا. كنجيو من هنا كنحطوا في هذه النقطه اللي كنحطوا العرض ديال الصدر، وكذلك العرض ديال الصدر زيدوا 1 سنتيم باش يجي شويه كي قلت لكم مرخوف بحال هكذا. اذا من هنايا غنحطوا في العرض ديالكم، لكم العرض لكم نتوما كتحكموا فيه، ديروه شويه واسع كي قلت لكم، كما المهم كما في الصوره، تاخذوا على الاطفال ديالكم، نحطوا العرض ديالكم بحال هكذا. كنمروا بهذه النقطه ديال الصدر، كنحطوا الارتفاع ديال الحزام، ديال الحزام عفوا، وهذا، وكنحطوا العرض ديال الحزام، حتى الحزام زيدوا 1 سنتيم كي قلت لكم باش يجيكم ما يجيكمش يعني مضيق، يجيكم واسع، لان البينوار ديال البيت كيكون كتلبسوا تحت منه البيجاما او الملابس. نحطوا الطول ديال البينوار، والعرض ديالو غنديروا له 28، الاطفال ديروا لهم 28 فقط بحال هكذا. اذا غادي ننزلوا بجوج سنتيم العنق ديال الظهر، والامام ما غاديش ننزلوا حتى نقطعوا بحال هكذا. غادي نحيدوا العنق ديال الظهر، هانتوما كي كتشوفوا غيجيكم سهل، غتخيطوا غير الجوانب والاكمام. اذا غنفصلوا الظهر على الامام،
بحال هكذا بهذا الشكل هذا. وغادي نجيبو طباشير اولا الطراساج باش كترسمو، وغادي تمشيو من هنايا من هاد النقطة هادي ديال الكتف العنق، وغادي تهبطو بخط بحال هكذا مستقيم باش يجينا خط واحد. وغادي نحلوها من هنايا، قبل ما تحلوها تبتوها بالدبابيس باش ما تجيكمش الفتحة عوجة. غادي ناخذ من هنايا وغادي نقطعو غيجينا بحال هكذا. ها نتوما كيشفتو. اذا دابا بقات لينا داك الباندا، وبقاو لينا داك البانداس ديال الاكمام. هذوك البانداس غادي ديروهم بثوب مخالف كما شفتو في الصوره باش يجي شويه زويون لون اخر. شحال غادي تاخذوا له؟ غتاخذوا له ربع 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 فقط، يعني غتاخذوا غير ربع. غادي تاخذوهم غادي ديروا العرض ديالهم 4 سنتيم، يعني غادي ديروا في العرض 8 سنتيم باش منين تنيوها تجينا 4 سنتيم تبقى لينا في العرض. اذا غادي تاخذوا الثوب بحال هكذا، غادي ديروا في العرض ديال الباندا 8 سنتيم، يعني شحال بغيتوا نتوما في العرض منين تخيط تكون فيها. مثلا بغيت تكون عرض 5 سنتيم غديروا 10 سنتيم باش منين تنيوها على جوج تبقى لكم 5 سنتيم. حنا بغينا غتبقى فيها 4 سنتيم غنديروا 8 بحال هكذا. ونفس العرض اللي درتو في الباندا ديال البينوار غديروه في الباندا ديال الاكمام بحال هكذا. غادي نديرو مثلا 8 بحال هكذا، وغادي نقطعو هي الباندا. او اول حاجه بعدا غادي تاخذوا الطول ديال الدوره ديال البينوار كامله باش يكفيكم. مثلا جاتكم كان عندكم القطعه ديال الثوب ماشي قد الدوره كامله، غديروا جوج قطع وغتجيبوا الخياطه هنا في العنق في الوسط، ولكن غالبا الاطفال غيكون عندك غيكفيكم، غادي تجيكم باندا طويله. المهم هاي الباندا، من بعد غنوريكم الطريقه في الخياطه على الثوب. اللي بقى لينا كذلك من نفس الثوب غادي تسنيوه بحال هكذا على جوج بحال هكذا، تنيو على جوج وتعاودوا تسنيوها على 4. وغادي نجيبو لكم ونحطو العرض ديال الكم، ها هو تنينا على جوج وعاودنا تنينا على 4 باش تجينا من هنا مسدوده الباندا فاش نخيطوها. اذا ها هي القطعه اللي غادي تخيط هنايا، غادي نصايبو منها قطعه اخرى وغادي ندوز معكم باش نوريكم الطريقه ديال الخياطه. اذا ها هو البينوار، ها هما القطع ديال الاكمام، ها هما قطعه هنا وقطعه هنا، وهذه هي الباندا ديال البينوار. اذا اول حاجه غادي نبداو نخيطوها هي الباندا، غادي نتنيوها على جوج بحال هكذا، هذا هو الوجه. وغادي ناخذ البينوار من هنايا واحد الجهه بحال هكذا، غنحطوه على الوجه ديال الثوب وغادي نبداو نثبتو بالدبابيس. المهم تخيطوا بالخياطه ماشي ضروري تثبتو بحال هكذا. وحنا غاديين تندورو على البينوار كامل من العنق ديال الامام للعنق ديال الظهر حتى ندوزو للجهه الاخرى. اذا ها نتوما كيف ما كتشوفوا كنبداو الخياطه ديال هاد الباندا هادي كي قلت لكم كنحطوها على الوجه، وكنبداو الخياطه ديالها من هنا من هنا مرورا بالعنق ديال الظهر مرورا من هنا حتى للنقطه ديال الجهه الاخرى. كيجينا بحال هكذا صافي، ملي كنخيطوها كتجينا على هذا الشكل هكذا. كتبقى لينا الباندا ديالكم كناخذوها حتى هي هكذا متنيه على جوج، وهذا هو الوجه كنحطوها بحال هكذا وكنخيطوها كذلك حتى هي من هنا بطبيعة الحال بالماكينة ديال الخياطة بهذا الشكل هذا. ديروهم في ألوان، هاد الباندا ديروهم في ألوان مختلفة صافي. نفس الطريقة كنديروها للجهة الأخرى. من بعد مني كنساليو
كنقلبوا البينوار بحال هكذا على الظهر ديالو باش نخيطوه من هنا من الداخل بحال هكذا. كنخيطوا البنداط هما الاولين ومن بعد كنجمعوا من هنايا الاكمام والجوانب، ثبتوهم بحال هكذا باش ما تجيناش خياطه مديكاليه. كنخيطوهم من هنايا حتى لهنا، عاوتاني من الجانب الاخر كذلك حتى لهنايا. كتبقى لينا فقط داك 2 سنتيم ديال العطفه ديال التحت كنتنيوها بحال هكذا وكنخيطوا الدوره كامله، وكيكون هذا هو البينوار ديالنا. الطريقه سهله جدا، كنتمنى انكم تجربوها وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم. كنفرح بزاف بزاف ملي كنشوفهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم هكذا باش يستافد تعم الفائده. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله. الى اللقاء.